الجازيتا والدبيش. صباح الفل، مرحبا بكم من جديد في بخايم تايم توا 9:15 على راديو مات. تسمعوا فينا على راديو مات تونسي .com، تسمعوا فينا زادا على 104.1 في تونس الكبرى، في الوطن القبلي، في الساحل، في الشباب الغربي. نوصلكم صوتنا، نصبح عليكم ونشكركم على التفاعلات نتاعكم. بخايم تايم باي راديو مات، تنجموا تلقاو لي بودكاست نتاعنا، تتفاعلوا معنا سيغتينمون وتخليونا لي ميساج نتاعكم، موش دي بوست ساعات ترسب الى الباج. على كل حال، اللي انسان يحب يعمل بوست نرجع يبعث لنا ميساج ويقول لنا رايكم في كلام تقال وهكاك نرفعوا كل لبس. على كل حال، مشيو نقراو بعضنا الجرايد. صباح بعث لي انا ارتيكل مهم ياسر سفيان. ولا هو ثم حاجتين مهمين. اولا ثم صفحه من تاريخ الصحافة العربية يتسكر اليوم، اللي هو جريدة السفير. جريدة السفير اليوم أخر إنتاج متاع العدد الورقي متاعها على الأقل، منها بعد 43 عام موجودة من 26 مارس 1974، عندها دور لمام ريدكتورون شيف اللي هو معناها طلل سلمان. كان غون مسيو كو جو كوني تخي بيان، أنا مي كان يجي لتونس قبل ياسر مدة الأخرى ما شفناش، أما نشوفه أنا ديما في بيروت. وحتى السيت الإلكترونيك نتاعهم ما يعرفوش باش يقعد ولا لا، قالوا عندهم ظروف صعبة فهمت، ومش هما بركة يعني حتى النهار حتى يظهر لي الديار ولا اللواء عندها مشكلة كبيرة. اليوم قالوا للصحفيين تكتبوا آخر مقال نتاعكم، وهذه يلزم تعرف اللي هي جريدة نجي العلي وجريدة قومية معناها، وظهرت في 74 كما قلت لك جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان، هذا شعارها، وكانت تعتبر نفسها يسارية باعتبار أنه رفع شعار صوت من لا صوت لهم. ومعناها كتاب كبار الكتاب ورساميه في العالم العربي كما نجي العلي ومحي الدين اللباد كانوا موجودين غاديكا، حاولوا يختالوا طلال سلمان عام 84، وقفتها السلطات اللبنانية ثلاثة مرات وقت حكيت على مفاوضات لبنانية إسرائيلية. جريدة وطنية قومية وباهية وأقلام فيها كبيرة، وكان يكتب فيها زادة صحافي تونسي الله يرحمه توفى معناها منذ سنوات 2009 ولا اللي توفى بعد الثورة، اللي تحكي لنا أنت على العفيف الأخضر. لا لا العفيف كان معه، العفيف كان يكتب أكثر في الحرية وغيره. أما عنا صحافي أصله من ماتل وقعد سنوات كبيرة البرة طبعا استحضر اسمه اللي هو كان يكتب فيها في الفترة أنا كنت شوفه غاديك في بيروت وقتها، كان موجود صافي سعيد والعفيف الأخضر وعديد الشخصيات الأخرى كانت موجودة غاديك أنا ذاك. جريدة دونك غابت عن تغيب اليوم عن الصدور، وهي جرائد الورقية تطرح تساؤلات عديدة عليها، وتشوف انت اندبندنت كيف كيف معناها عندها 100 واش تقريبا 200 سنة وسكرت وغيره، ثم مشاكل كبيرة. دونك اليوم تحية زاد روح ناجي العلي، تحية لطلال سلمان، تحية معناها الأقلام الكبيرة اللي كانت موجودة في الجريدة هذه، ودلوان وعصر الصحافة الورقية يمكن ولا نهائيا باش يقعد ان لوكس دو ريش تكون عندك صحافة يومية على الأقل ورقية. مازال في تونس نعاني وزاد من مشاكل كبيرة كما دار الصباح دار البريس دار الأنوار، عندهم مشاكل ويلزم الدولة تلقى حلول، لأنه ثم عائلات يعيشوا من المؤسسات هذه، وثم لي زاسبي تكنيك اللي موجودين وغيره مهم جدا. دونك هذا الحدث الأول، أنا حبيت أن جوست ان كلان دوي للسفير كلهم اليوم في نهاية الأمر. السفير هي تقول أنت كيفاش سميوها ضد جريدة كبيرة شي سميوها بالطليان لافيكيا سينيورا، بون سي تو الكوري دي لا سيلا سمي لافيكيا سينيورا، ما في لبنان لافيكيا سينيورا كيما لو جو. أنا مؤخرا كنت في إيطاليا وحكيت مع كبار صحفيين طليان، تعرف لافيكيا سينيورا كانت التيراج بتاعها 800,000 توا هبطت 280,000 معناها، وعندهم مشاكل كبيرة ويعملوا في الدقائق. من تو في أمريكا يقول باغ إكزومبل نيويورك تايمز ولا واشنطن بوست يقول لك تو مازال تطبع، ولكن يقول لك اللي حلوها المشكلة بأنك تجي كل صباح تعمل أبونمون فيرسيون إلكترونيك تجيك على الآيفون يعني المكتوب ولا في الإلكترونيك، مش الصحافة المكتوبة تموت لكن الصحافة الورقية. احنا نقول الورقية ثم الناس اللي تو يغلطوا يظنوا الإنترنت هو تشد لك فيه الإنترنت. ثم حاجة ثانية زادة لازم تعرفوا أنه معناها مؤسسات
في ايطاليا باغ اكزومبل كانت تاخذ ريبوبليكا، ريبوبليكا هذه عملها اوجينيو سكالفا في وسط المومون، وهي جريده كبيره ياسر وبدات تطيح على ستامب على لافيك سينيور كوري دي لا سي، لكن توا عندها توجد كبير جوستومون في لي ديكلينيزون تاعها الكترونيك وغيره. وتعرف ايطاليا فيها صحافه كبيره والجرائد الايطاليه بيان فورني، صحافه فرنسويه لو شيء قدام صحافه الثانيه، ايطاليا ما عندهاش لغه تنتشر في العالم، اما المجلات الاسبريسو بانوراما الاقلام اللي كانوا فيها، معناها كي نقول لك انا جينيو مونتالي انزو بياجي مونداتوري روبرتو جيرفازو اورينا فالاتشي اللي كانت تعمل المواقف الاخرى نتاعها قبل ما تموت، اللي كانت معناها فاشيست واسلاموفوب وغيره، كانوا عندهم معناها صحفيين كبار وناس معناها وجرائد بيان فورني. روبرتو ايكو كان من الاقلام الكبيره موجود غاديكا، جورجيو جالو كان يكتب في الجرائد نتاعهم، وعندهم معناها بيان سور ايزون كونو شو اسمه اللي يكتب parfum de femme معناها صحفي زاد كبير، جي كيلكو بروبليم دو ميموار سو ماتان افيك كيلكو نو، اما ان توكا معناها يظهر لي اربينو جوفاني اربينو اللي كتب parfum de femme اللي عملوا فيلم بيان سور مثلوا فيتورو غاسمان وبعد عملوا لو ريبريز مع الباتشينو وتو سا، دينو بوزاتي اللي كتب لو ديزير دي تارتار ايتي ان غران جورناليست ايطاليان دير الحكايه نتاع جوفاني دروغو اللي هي يحكي على الصحافي دينو ريسي، تحكي دينو ريسي مش دينو ريسي الفيلم، الفيلم دينو ريسي اما اللي كتب الروايه هو جوفاني اربينو جو فهمتني، كتب بارفان دو فام فوالا اللي هو كان صحفي. قلت لك كيف كيف دينو بوزاتي اللي عمل لو ديزير دي تارتار ست مرفي اللي عملوها فك الفورتوغاس دوفان اللي تحت من بعد الزلزال في ايران صوروا هذيك، معناها عملوا فيلم زاد لو ديزير دي تارتار صحفي كبير ايطالياني عندهم صحافه كبيره مونداتوري اللي كان راجل معناها أعجوبة بيان سور لو غران لو بلو غران بور موا دو تو لي تون وانزو بياجي، ما سماش خو انزو بياجي لا جون دانييل لا غيرو، معناها بوتيتر كامو كصحافي بون بالنسبه لي نحن على الاقل في تونس انا واحد من الناس نعرف كان انزو بياجي على خاطر هو اللي كيما تقول رافائيلا كارا مثلا في التلي انزو بياجي لو غران واللي في الاخر باسكو احنا اون نو كوني با باغ اكزومبل لا ليتيراتور ايطاليان على خاطر بوتيتر ما نقراوش ايطاليان ليتيراتور كبيره وصحافه كبيره وعندهم سيرتو سينما توا انا نمشي لايطاليا نجيب ياسر كتب واللي تقرا ساعه ارخص 10 يورو تشري الكتاب في فرنسا تشري 25 و 30 يورو والمجلات سيت اون ميرفي اللي عندهم معناها وبيان سور سي لو رومان سي لو دونسيت لي رومان معناها نو دونسيت لي كارتينو معناها عندهم ان سونس دو لا معناها دو لا فينيس وان سونس دو لا تلين الاستيتيك اي بي لي ناشيمنت ولا رينيسونس لي ايطاليان تلين هما اللي عملوا لي ريبوبليك ماريتيم وفلورنس وغيرو فينيسيا دونك فيريتابلومون معناها قاعدين يعني هما زادا من هذايا وجرائد كما كم في امريكا سكروا اندبندنت سكرت بسكروا في البلدان احلى تحيه الجريده وطنيه قوميه عظيمه اللي هي السفير واللي لعبت دور كبير بعد اغتيال اغتيال معروف سعد عام 75 ومن بعده بدات الحرب الاهليه اللبنانيه وكذلك نتذكر عدد ما يتنساش يقعد في الذاكره نهار اللي استشهد كمال جنبلاط وكتبوا هما وقتها خرجوا تصويته على اون بلامبو وحطوا كمال جنبلاط شهيدا معناها سيتي ان نيميرو ما ننساش انا بيرسونيلمون وكانت مظاهرات كبيره قامت بعد اغتيال لو غران ديمونس كمال جنبلاط بيان سور لبنان كان فيها كذلك لو غران جورناليست معناها جورج نقاش اللي عمل لو غران دو جور معناها سيتي ان هوم اكسبسيونيل فيها غسان حمادي فيها معناها عندها صحفيين كبار تراديسيون وتعرف اللي الاهرام اسوها نيكولا وتقلا وخوه وانا عندي الامر العلي خلينا نقول نتاع خديوي مصر انا ذاك خديوي اسماعيل يقول تخوض في كل المسائل الا المسائل البوليتيقيه هكا مكتوب توصف لذافير بوليتيك وغيره دونك اليوم جريت السفير اخر نهار تظهر فيه ولا اكزاكتومون دونك حابين ان هوماج اللي وقت جريت السفير فرد مره بوغ تقول انت لابريس ايطاليان نمشيو ذا نيو يوركر هكا هي السيت اسمه نيويوركر فوالا ذا نيويوركر هذه مجله في معروفه ياسر في امريكا التي لا بلو دو مليون ديكزومبلير يقراوها ملايين العباد عبر الانترنت انا عندي اعداد نتاعها مهمه جدا منهم العدد تري بروفوكاتور الذي عملوه ودير حطوا تصويره في البرا وما تلقى حتى شيء لداخل اللي صوروا اوباما ومرته وراهم معناها بن لادن تصويره بن لادن وفي شيمينيه ويحرقوا فيها في علم امريكا وحاجه هكا اللي هي معناها
un grand magazine américain très bien fait et c'est un plaisir de le lire خاطر عنده مهم magazine qui تقرا كما تقرا كتاب خرج مقال يقول تونيزيا exporting jihad تونس تصدر في الجهاد وقال the Arab Spring has given Tunisians the freedom to act on their unhappiness يعني أعطاهم الحرية باش ينشطوا في مجال التعاسة نتاعهم أكثر وحكى وعمل ديز انترفيو ويقول فيها وأنه معناها التوانسة أعطوا تروا جينيراسيون تاع إرهابيين يقول الجهاديست تونيزيان تروا جينيراسيون يقول أفغانستان صربيا وسوريا والعراق والبارح مع القاعدة واليوم مع داعش ويعطي عطيك الاستيماسيون يقول لك It's estimated between هذيك entre 6000 et 7000 معناها تونس موجودين بين سوريا وبين العراق ويحكي زادة كيف كيف حاجة مهمة ياسر يحكي بيبدأ حتى كيفاش بدا الرهاب بعد الثورة من أحداث دوار هيشر وأنت جاي معناها فوالا هو عمل انترفيوات مع ياسر عبيد جوستومون وبعد يقول هو مترجم لك الجهاديست تونيزيان ont développé la réputation d'évoluer dans une extrême violence. S'avérant les plus volontaires en tant que kamikazes, un Syrien qui a échappé récemment à des massacres à Deir ez-Zor rapporte au Daily Beast que les plus abjects officiers de police de l'ISIS, Mme Daouach, sont tunisiens, qui n'hésitent pas de qualifier de sans moralité une religion corrompue et sanguinaire. Et qu'il y a un autre chose, il y a un des plus grands candidats le suicide. Il y a جورج بارك كتب المقال حكى حتى مع طارق الكحلاوي مع جماعة متاع اللي حكى له على حوارات صارت بينه وبين بلال الشواشي زعيم أنصار القاعدة ويجبد بين سور الأحداث متاع اغتيال الشهيد الإبراهيمي وشهيد بالعيد ويجبد الأحداث العبدلية وأحداث السفارة الأمريكية ويحكي على ليجون اللي هو يقول يتشوفه ستان دوسيه ينجمو يقراوه الناس مقال خايب ياسر خرج في ذا نيويورك اللي يقراوها ملايين العباد واللي النسخه الورقيه نتاعها كمجله فيها 1 مليون ديكزومبلير قول انت التيراج نتاعها على الاقل هذا الشيء يخلينا اليوم هل اليوم تصويرتنا احنا في الصحافه العالميه تعرف احنا مالوغوزمون جينيرالمون لا تونيزي اي توجور على حسابنا انت تطرح سؤال مهم قلت هل انه بعد هذا الكل باش يوليو يعتبرونا دوله مارقه دوله مارقه فوالا هذا واش حبيت نقول شنو نتا فويو كما قال بنشتاين معناها روك ستيت وقت اللي تسكر الجريدة كيما السفير اليوم أكيد أكيد وهذا ينجم يحزن احنا كصحفيين أنت تعرف كل تسكيرة احنا مع مبدأ الحرية مع مبدأ أنه تحل أكثر جريدة أكثر بزيد جرايد بزيد إذاعات شوف أنا خدمت وقت اللي كنا في جريدة لابريس نبيعوا 50,000 عدد يوميا ونوصلوا 100,000 هذا الحد احنا العام اللي فات ربحنا في عام كامل 100,000 دكتور ونحن مقدر 10,000 في الشهر فهمتني 8,000 في الشهر ربحنا parce qu'on a perdu beaucoup. Donc, qui n'a qu'il qu'à la Sahafa, qui n'a tout si, il faut me saber. Il y a un peu de temps, 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 كيبدا قاعدك القاعدة محليها الصباح واللقاء مع جديد هل لحد يقوموا الصباح يتجارى وعينيهم بالوعدة شمشي في لابريس ما دي جار فلشو نبدا يقرأ فيها ستي أنا عشت هذاك وطوى نعيش في ظروف أخرى ولكن خاطر كانت لافورماسيون زادة ما كانتش معطية معناها لافورماسيون مي رومارك لكريم إنيغالي ليه إنيغالي أنا ما عطي تعرف اللي انت تاف الناس تفلش في تاف صفحة من جريدة لوموند يعني تقرأ جريدة لوموند ولا تقرأ الكوريري دي لا سيرا ولا تقرأ أي جريدة عمره ما تعمل أي برنامج إذاعي وتلفزيوني يقولوا لو بوا فوار لو ميم امباكت بريميرمون إلا في ظروف معينة بون باغ إكزومبل في البوليتيك في الحوار الأخر قبل الانتخابات باغ إكزومبل الإذاعات في لو بوفوار دامبرينيسيون سيت أن ميديا دانتليجونس والإذاعات هي أوسي بلاس إكريت خاطر نقولوا أنا وأنت باش تكتب وتحط في الإنترنت دونك سيت أون بلاس إكريت أون ميم تون أون بوتي تيلي على خاطرها بودكاست أ موان دو كو أما ليكري نو سورا جامي رومبلاسي أتون احنا اون بارل ميم الديانات السماويه سي دي زيكريتور مكتوب اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هي اقرا وربك الاكرم ربي يدعوك الى القراءه ما في الكون فهمني والذي علم بالقلم ما قالش علم بالسلاح ولا قال علم بالشاشه ليكري لست وانت شوف لي جورناليست لا بريسكريت سون ايمونس معناها مش نعملوا تسلم تفاضلي
مي باغ اكزومبل ان امبيسيل ولا ان انديو ولا كلكا افيك لي بريجوجي دون سيمي كولتور ينجم ينجح في بعض ال في بعض البلاتويت فوالا. اما الصحافه المكتوبه بوالو ما كتبش قال بوالو قال إلي دون توت آر دي دوغري ديفيرون أون بو أفيك أونور رومبليغ لو سكون رون مي دون لار دونجورو دو ريمي إي ديكخيغ إي ني بوان دو دوغري دو ميديو كروبير معناها في الكتابة وشعر قرع ولا نوفي ما ثماش لعب ومن البداية زادا ما ثماش تتحسن أوكي تو سبيسياليز مي من البداية عندك لاغريف عندك لو فوساك عندك ستيل ولا لا المكتوب ما ثماش كيفو ثم كتاب كيما كتاب الحيوان ثم كتاب كيما مقدمة ابن خلدون وبرا أعمل مليون فيلم ان شابيتر في ابن خلدون قد 30 مقدمة موسى لا مؤخرة موسى انت هذبتها خاص عليها بلي الدوال دونك فوالا بور ديل اليوم جبدنا احنا على السفير عبد الصلاح باشين اي بي جبدنا جوستومون علاش نيويورك الذر نيويورك الذر فوالا اذاش قلت لنا اليوم يا حسن راهي الذر علاش ما نكتبو علاش اليوم في اون دي بلوم اجوردي كي سون كابابل باش يكتبوا في نيويورك باش يكتبوا في واشنطن بوست باش يكتبوا في في لو موند وفي غيره تعرف احنا اون اي توجور لو باغ لا بريس معناها فرانكوفون فرونسيز على باز علاش اليوم صحفينا ما يكتبوش دي زارتيكل اليوم تعطي ولا اون ايساي دو رودوري معناها ليماج على الاقل دو لا تونيزيا بيان سور انت تجبد على حاجه مهمه اللي تعملها يا اخي توا فرانس 24 مي صوت فرانس صوت البي بي سي شنو انتي العام صوت انجلتيل ريليتو سكول صوت امريكان لاف بي شكون صوت فرنسيس روسيا اليوم صوت الروس شنو هو صوت الصين ولا الحره صوت امريكا بيان سور دونك بور تو دير وانه البلدان انت خلطت على ذا فويس اوف امريكا هنا في تونس اعظم دول العالم عندها دي ستركتور تخدم بها وتاخذ الاقلام نتاعها وتاخذ العباد وتجيبهم تحطهم تو مثال رئاسه الجمهوريه بيت الحكمه باش ينظموا لقاء بين ادغار موران لو كران ادغار موران اي سي عبد المجيد الشرفي يسا سان بو اتر كو بينيفيك علاش خاطر هذاك العقل التونسي مع عقل يونيفرسال ويونيفرساليست حتى هو سي اللي كتب معناها الرد على النصارى وما ادراك معناها عبد المجيد الشرفي سي ان اوم ايمونس كيما هشام العيد سي ان مونيمون سي ان مونيمون سي ان كرون مونيمون اللي انكار جون وبيلانك وشوف كيفاش يكتب وغيره ولي فورميدابل دونك بيان سور وين الدوله هنا وين يقول لك كل واحد يضرب على صلاح بلاده قالوا للبيت رب يحميه الدوله هي وقتها تولي رب القواسي ورب المقال من اجل وانها تبرز ما عندها من عقل ومن اسهامات بامكانيات بيان سور تستعملها هي لا لشيء الا لي كما قلت ابراز صوت الاعتدال ولا صوت الابداع ولا العقل نتاعك بطريقه باخرى هذاك مهم راهو معناها حاجه ما تموتش وتقعد كما تقعد الروايه كما تقعد الحكايه كما تقعد يقعد السينما هاو ولادنا قاعدين يكتبوا في السينما بطريقه خارقه للعاده ويعملوا في افلام حلوه وكل شيء لانها كتابه وابداع هاو ولادنا في الموسيقى ما كي تقول انور ابراهيم ولا لطفي بوشناق شيخنا خلينا نقولوا ما بين ظفرين لطفي بوشناق لو كران ولا تقول باغ اكزومبل زياد غرسه ولا غيره كما صالح كما غيره امباشادورات نتاع باسكو ابري تو ان فان دو كونت سي كوا ان بون جورناليست ولا un bon musicien ولا c'est un législateur du goût هو يهذب في معناها يهذب في الذوق العام معناها وهذاك اللي يصنع الدول ويصنع الشخصيات ويصنع معناها الكتابه ديما est un acte très dangereux معناها كما قال dans l'art dangereux de rimer et d'écrire في الفن الخطير نتاع الكتابه والشعر ريمي مي ديكريغ اي ني بوان دو دوغري دو ميديوكر بير راني تكون جينيرال ولا لا اين كايزر اين تنهل اما كايزر كما قال شو اسمه بيتهوفن ولا حد شيء فهمتني ماني هذاك الحقيقه وهذا انت تحط يدك على الدي وقت تبدا انت عندك طاقات وعندك عقل نصفيو فيها توا 30 سنه ولا 40 سنه وتوا نصفيو في العقل واكثر من هذا مش عيب لو كي الدوله تجي وتلم اقلامها وتلم عقلها وتلم بناتها وتلم روائيها وتلم قصصها وتلم الناس اللي يخلوا في مجال الخرافه والحكايه المودرن وتجندهم وتعمل منهم معناها ايقونات وتعمل منهم معناها تعطيهم مساحات وتسهل لهم باش يتواجدوا انا نقول لك بكل تواضع انا صحفيين تونس في الفرنسوي علموا صحفيين فرنسيين يقريهم وانت تعرف يقريو حتى زاده فرنسيس معناها ما لو بي ابا معناها مش بتاع اللغه حتى بتاع الحضاره الفرنسويه والتاريخ والمديتراني وغيره وكيف كيف في العربيه عندنا صحفيين كبار وفي الانجليزيه كيف كيف عندنا اقلام هايله وعندنا عقل تونسي موجود عندنا انتليجنس يقول الدنيا قابده احنا توا انت علماني انت حداثي انت كذا واحنا تجربه بتاع جابوا لنا دي كاتيجوري اترونجير
قول وانت علماني وانت حديثي، عمري ما سمعت بها كان بعد انت ماسوني. فهمتي؟ انا تونسي معناها تعجبني كذا انت ماسوني معناها فهمتي؟ شعب تونسي مش عارف معناها ماسوني. يقول انت ماسوني ولا كذا. الليباني يخدموا ياسر على هذا، المصاروة يخدموا الغدوة على هذا. معناها كبار الصحفيين المصاروة معناها تلقاه وزير يقول له بربي بالك فيك يعيشك، يفضلك قول فيا كلمة باهية بحضر الرئيس. فهمتي؟ باش تقول لي 7 و6 على خاطر هذوك يعرفوا يخدموا على كولون سافونت نتاعهم. وتشوف انت لي نيو كونسيرفاتور امريكان، انت مشيت لامريكا مشيت واشنطن، كي تشوف الامريكان انتربرايز انستيتيوت تطلع تلقى دروج وهكا وطاق، تطلع تلقى حاجه هكا قد اكبر شويه من الاستوديو نتاعنا، هذيك قلبوا بها العالم. شكون بول كيغان بول وولفويتس معناها بلون بولتون وجماعه كبار الكتاب نتاعهم تاع اقصى اليمين اللي حكموا العالم. دونك سيغ سو بلون شوف الإيرانيين قاعدين يعملوا، وانت شفت اش يعملوا الابحاث والدراسات والاقلام والعباد والحضور. هذا يطرح قضيه كذلك نتاع السلم التفضلي. باش تحكي على بربي طول دو بواترين واختك المنفضله والتوغ دو اونش نتاعك في الصيف قداش وفي الشتاء قداش وغيره يوليوا مبجلين محبوبين. اي مال كان جيت تقول له اسمع هاي تو نحكي وشكون قص الضوء على على حافظ قايد سبسي وشكون ما قص الضوء تيلي معناها قعدنا رجعنا نتيحهم في حكايات معناها ليسبري دو كلوشي نتاع الفيوداليتي بوليتيك التقوقع الزمان بالعربي. لكن هاو نرجع اكور اون فوا اليوم، شكون عندك مستشار ثقافي عند رئيس الجمهوريه، شكون مستشارك الثقافي عند رئيس الحكومه، ما زاد مع كتابك يبدا باب النجار مخلع وليد عمي. دونك ما عندك يا سير وقت قبل كان عندك شادي القليبي، سامحني سي شادي القليبي سي تانوم ايمونس، وكان راعي معناها الفنانين، وكان الهادي نويره الهادي نويره ماخذ بنات سالم بن حميده بنت من بنات سالم بن حميده الاربعه اللي هو في اكولا بدايه القرن يحجروا فيه بالاحجار خلي قاري في بناته وسالم بن حميده يساند تاع الحداد ويعمل الملتقى اللي في الكازينو وقتها نتاع البلفيدير توا ماس دي توفيسي ويجيب اكثر من 100 شخص ويجيب له طفله صغيره تهدي له ورده لهذيك تونس. وقت اللي كان هذه النويله صاحب زبير التركي والجرجي وجلال بن عبد الله والجماعه كان يتعشى مره في في الشهر تعرف انت يتعشى مع كبار الصحفيين في دار مع عبد اللطيف الفولاتي شو اسمه شيخ روحه في دار شيخ روحه في دار حبيب شيخ روح ويحكي ويعمل عشاء ويحكي ويعطيهم المعطيات وغيره. وقت اللي كان شي شادي قليبي مستبني معناها حماد يسيد رحمه الله عليه ويعمل لك من بعد ايام قرطاج السينمائيه ويعمل لك اول فيلم تونسي بعد استقلال او كعمر الخليفي على الاقل كرموه معناها هو والشعري معناها كرمته وزيره الثقافه يسمى بلو عمر الخليفي اول فيلم تونسي مثل في سليمان والمواطنين عملوا الحس نتاع المتريوزات والحكايات كيما هكا كي نحكي لك حكايه غريبه. يا يودي فيلم تونسي قبل ما بعد استقلال اول فيلم هو الفلاقه وعمل المتبر اللي هو على علي بن غزاهم وما ادراك فهمتي معناها فيلم تشوف معناها واللي مثلوا فيه والجراندور دو ليبوك هذوك. وقت كان سيدي سي هو مازال ربي يطول في عمره كما سي شادي سي البشير بن سلامه اللي كان ريداكتور ان شيف نتاع مجله الفكر من 56 86 لين وقتها سقوط حكومة مظالي وغيره. ومعناها راجل كان متميز وحب يعمل ألف مكتبة وكتب عايشة وكتب روايات حتى بعد الثورة كتب شخصية تونسية معناها انتخنو معناها كون تو فوا دي بيرسوناج باغي تو دي بيان سور اللي الثقافة والفكر يكونوا عندهم أم ليهم وكذلك حتى الصحافة تلقى لا كونسيديراسيون نتاعها. احنا ماناش بلاد جينا من عدم وحتى في عصور اللي كانت موجودة نتاع الاستبداد كانت موجودة ناس في كافة المجالات مبدعين وفي كافة المجالات. دونك اليوم نطرحوا سؤال التواجد نتاعنا اليوم ما عادش عندنا جرايد في بيروت، ما عادش عندنا صوره لبرا، اش باش نعملوا؟ باينه حول التسيوش، في فرنسا عندها تمشي للسونتر دو بريس اترونجير هذاك يجيبوا له الرؤساء والوحده وغيره، وعندهم ناس قاعده تخدم وعندهم قناه نتاعهم وعندهم حتى الساتيليت نتاعهم، واحنا اش عندنا؟ نو سوم دي بتي كونسوماتور نتاع كيما قلت لك البوستو قداش في الصيف قداش في الشتاء والباتو قداش تكينا ما تكينا او بغوي دو قال الاخر كيفاش او بغوي دو كولوار هكا ولا لا دونك اوني اكوتي دو بلاك كيما نقولوا هكا اكوتي دو بلاك احنا قاعدين مالوغوزمون معناها فلتنا في اليدينا وقعدنا نتعاركوا في حاجات هامشيه